ما في ليه؟ لا حسي ده ممكن انت داري تدخل في الكوميونيتات هاي. تعالي اول حاجه ما تقولي كده. قالت يا اخي للغات الام قالت دي رطانه، وقالت يا اخي ما اعرف جابت الزغا والمساليت وبتاع، قال انتوا عندكم كده وسوى كوميونيتات والتفاصيل دي بتاع صح. انت ما تطلعي لايف اول تقولي كده، ما تنتقدي، اطلعي لايف قولي يا جماعه في السودان حصل واحد اثنين اج جريئه زي انتصار ده، قولي الجنجويد قتلوا كده واتبرع التبرع عديل من بني جلد، قال ده بني جلدتي هاي مع السلامه، زي الزول اللي رسل لي مكالمه صوتيه، زي الزول التابع للدعم السريع. بعدك شوفي امشي اي كوميونتي تدخلي ولا ما تدخلي، لكن كده ساكت كيف؟ انت تجي تنتقد الناس وتقول لهم يا اخي انا داير اخش معاكم في الكوميونتات، اكت عليك تخ مين كردفان؟ لخايد الضيع تجي للضيع، تمشي ليه نياله، تجي للجنينه، اي زول من القبائل دي انت باعتبارك جنجويتي. طيب انا ليه يا جماعه؟ انا عملت شنو؟ انا ما عندي شغله، انا احنا ذاته قبائلنا حس السلطان حقنا ده جنجويتي، طلعنا منه، الفرش حقتنا جنجويت طلعنا منه، ها؟ مني ولاد جبرين بتاع جنجويت طلعنا منه، انت برضه ما تطلع زي ده. شوف نحفظ لك حقك ده ولا انا ما نحفظ لك حقك ده. الليله الشمالين ده جزء منهم لما انفرسنا الصالح والطالح حفظنا لهم حقهم وقلنا لهم حبابكم الف في المبادره ده وديناهم حقهم الكامل ولا ما اديناهم؟ بعد قطعنا فيهم 600 زرط. اديناهم حقهم الفلاته. ها؟ دقوا بلي اديناهم حفظنا لهم حقهم ولا ما حفظنا لهم حقهم؟ ان شاء الله كان 25% من الفلاته حفظنا لهم حقهم. تعالوا لكن انتوا لا ما دايرين الكلام ده. انا ما اعرف برضه منتبهينكم وبدقكم وبشتمكم وبطلي ميتينكم ولسه انتوا قاعدين انا ما قادر افهم يعني انتوا يعني انتوا متخلفين، انتوا ما سودانيين، انتوا جايين واقفين من فوق ليه؟ شمالين اتحرروا. عندنا ناس كثير اتحرر، انتوا الوحيدين بس ليه؟ اطلعوا من العقلية دي، الكلام ده ما انت مصنف. طيب تحياتنا يا شباب، تسلموا كثير، شكرا لكم وليه قدام، تحية للشير، تأخرنا شوية الآن حسي ساعة إلا خمسة دقائق. في زول دير دعوة يا جماعة، لو في زول دير دعوة يا جماعة عشان ما تجي تنط في رقبتنا تقول لي قال والله يا أحمد ده حجمنا وقلينا أمره أنت بس. تمام يا بس انت عارف بالنسبه للقبائل بتاع دارفور ديل بقول انا عارف في قبيلتين بس يعني قبائل ممتازين شديد يعني عندك حبانيه ده نمره واحد ها لكن ما داري يتكلم عندك بريدنير عندك بن عربه بس قبيلتين بس ديل امتص قبائل يعني في النهايه بس ما داري يتكلم. واما بالنسبه للناس اللي بقول والله انت ابيد وانا ابيد وشريده يا هو ناس في السعودية هنا القهوة لا أصوات عديل كده ناس بنشوف يعني أنا أصوات لو أنا أصوات كده بمعنى أنا فيديو كده ما ممكن. ألو أي رسالة وصلت أي المهم ده قدام تحياتنا ألو حبابك مرحبا السلام حبابك بخير تفضل تفضل معاك نامي لا قرب دارفور كيف طيب؟ الحمد لله الله يفضل تمام انت حاولت شنو الحناية اللي بتقول فوقها وبتحرش بأحلاق وأحلاق دي اللي احنا هنا حافظينهم ليك وحارسينهم ليك وبيشحدونا شهيدة وقلت ان احنا انت 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 حارتهم انت تابع للدعم السريع صح؟ انا تابع للنظام القانوني وتابع للسودان ما عندي جهة تابع لأي زول لا النظام ما النظام القانوني ده ما الكاكي الأخضر ده اللي انا لابسه ده تابع للجيش جيش في العالم عديل لحظة واحدة واحدة انت ما قلت يا اخي واحدة واحدة الله يرضى عليك انت قلت انا حاميم احلق بيشحدونا شهدة
طيب ها انت تابع ليه يا دكتور؟ تابع للدعم السريع ولا الجيش؟ انا تابع لقوات الدعم السريع. طيب دعم السريع ده مليشيا. ليش ميليشيا؟ اهلك ديل كمان احنا اسي تفتكر بيعيشوا وبزرعوا؟ اول حاجه انت قبال جدا وحبوبتك وحبوبه حبوبتك يجي هناك في الوطن هم كانوا قاعدين، انا لانه فين؟ اصلا احس انا البلد، لحظه دقيقه واحده واحده، البلد اللي انا قاعد فوقه ده حق الاوروبيين، ده ما حقي انا. البلد اللي انت قاعد فوقه ده حق الافارقه. عندك هناك اسيا حق العسوين، تمسك هناك تشاينا وديلك الناي ديلك قاعدين بيغادي. تمسك الدول الخليج ده تابع للعرب، يعني في اسويين وفي عرب وفي الغربيين الخواجات دي، وفي الافارقه. انا فده بوريك ال طبعا ال الحقيقة. لحظه، انت افريقي، ده محلك، انت ما افريقي، انت عربي، معناته انت جيت جايه، دي اسمها افريقيا وده حق الافارقه. جدك وحبوبتك وحبوبه حبوبتك ما عنده اي وطن هناك، اسمعني، ما انا بروت ليك، انا كويس؟ العرب دي، ما العرب في حاجة اسمه، ما في حاجة اسمه حميم، ما في حاجة اسمه العرب حميم دي ولا الحاجة، أنا مع التاريخ، حميم. التاريخ الحاجر قلت شنو؟ للسودان، هاجرنا للسودان، أجدادنا هاجروا للسودان قبل 500 سنة، نشروا الإسلام وسجلوا الله حواسيب يرضى عليك. واحدة 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 واحدة، الله يرضى عليك. قلت قبل هاجر 500 السودان، سنة. هاجر، التاريخ دقيقة لحظة يا أخي، دقيقة واحدة واحدة، الله يرضى عليك. أنت قلت هاجر السودان قبل 500 سنة. هاي تاريخك ده، تاريخك ده داك بس بتعبيك، بمشي معاك كده لغايه قيام الساعه. الوطن ما حقتك، انت حجرت جيت جيه، نشرت الدين، الدين ده ما حقك ولا حق ابوك ولا حق حبوبتك، ده حق الله، صح ولا ما صح؟ حق زي الله. الدين المسيحي ده حق الله، صح؟ هاي صح. الرسول ذاته مكلف، الرسول ده مكلف، والدين ده لما نزل في مكه كانوا اصلا الأرضون، ما كان أعرضوا الاسويين ولا الاوروبيين دي وليس الغربيين ديل، ولا كان الافارقه، العرضوا العرب، الرفضوا العرب، كويس، القاتل الرسول العرب، كسروا رباعيته العرب، صح؟ لا فما كان هناك في افارقه. لحظه ما كنت دقيقه واحده 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 دقيقه لحظه واحده يا زول، هو كانوا لما الدين ده جاء كانوا العرب كانوا كفار، واسمهم كفار قريش، كويس، والرسول قاتلهم هم ديل بني جلدته، وقاتلوا الرسول واصحابه جروا، قال لهم خلاص امشوا الحبشه، هناك في ملك ما بصدم زول، ديل ظلمه وكلاب، لما نجينا القوه بعد ذاك انت شنو؟ اي لما ربنا يقوينا كده نجي. ده واحد. اثنين، الرسول ذاته ربنا قال لو تقول علينا بعد الاقاويل اخذناه باليمين وقطعنا عنه الوتين، تعرف الوتين؟ قال الرسول ده لو جاب كلمه شطر كلمه بس من مخه، يعني احنا ربنا قال حنشيل منه الرساله. ربنا الرسول معلش قال له بس انا لست، بقاطعك. لحظه دقيقه اكمل لك الفهم، دقيقه الجل جايك. الله قال للرسول لست عليك بمسيطر، انت ما عندك شغله، انت بشير ونذير بس، انا رسلتك وانا اللي خلقتك، كلم الناس الدار يسلم يسلم، من شاء منكم فليسلم ومن شاء منكم فليكفر. فما تشدق ليه تجي تقول لي قال انا جبت الدين، الدين ده حق ابوك، لا حق امك، لا حق حبوبتك، لا اطلع من الدين. موضوعك بتاع 500 سنه، هاي لو عندك 500 مليون، شفت مليون، لو عندك مليون سنه معناته المليون سنه ذاك معناته انت جيت جايه، اذا لما جيت ما كان لقيت الوطن فاضيه، لقيت الافارقه اللي حسيت تقول لي قال احد قال هنا حاملهم ده، لقيتهم قاعدين هم اللي قطعوا لك وطن وعدوك قاعد تحترم الناس، حسي انا يلا الاوروبيين ده جيت قاعد نام هنا. دقيقه لحظه اسكت انجلد، دقيقه لحظه، انا حسي قاعد مع الاوروبيين ده قاعد نام هنا، معناته دي وطاطم بيحترمهم، لو قليت ادبي بطردوني، لو جيت قعدت هنا 1000 سنه بقول له هوي ابوك حق ماري قاعد اشوف مراكب ريدك وين ده ولدنا نين. تمام، فكده الرساله وصلت وحق ماري قلت تتكلم شو تقول شنو يا جميل. ده تتكلم تقول شنو يا جميل، ها الله يا باقي ها، ما تقل ادبك، مين ده حق ابوك؟ لا حق امك؟ لا طيب ما خلاص ما تفرفر. الذا النوع ده يهون، كره الناس، شفت كره الافارقه الدين ده، ما تقل هذا ان احنا، وانا قال دعمي سري، وان احنا ناسك ديل حاملهم، لا والله تصبر ابوك واسحري ونميري وصادق المهدي والبشير، دي حكومات قد جد
والله تم، اقسم بالله تمشي بغير ما اشوف انا، وانا بشرك. الناس دي طبعا ناس بحاير وغنم وطير ومزق ورمرم، بيفتكروا انه حسي ملتفين، وكان اصلا رئيس الجنجويت الاصلي موسى هلال. ما هي متي موسى هلال قتال الكتله سقط يعني. انت لو صح عندك مخ وعندك اقل، وقلت انا عربي وبفهم، انت مش قلت عربي انا فهم وبفهم صح، انت من المفترض تطعس يعني. قبل اليوم كان موسى هلال سقط،